معي على الهاتف سياده الفريق اسامه ربيع رئيس هيئه قناه السويس. اهلا بيك سياده الفريق. بخير يا فندم، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. يعني قلبي معك ومع هيئه قناه السويس، والعالم كله بينتظر وبيترقب ويقف على اطراف اصابعه. سياده الفريق، يعني هذا ما جرى ربما يعني في المؤتمر الصحفي، حضرتك استفضت وشرحت كل الملابسات حول هذا الموضوع. حدثني عن اللحظه الراهنه، ماذا يدور الان تحت سفينه الايفر جيفن؟ هو دلوقتي احنا شغالين كنا بدانا القطر من الصبح، من امبارح بالليل كنا بدانا التكريك لغايه الساعه 2 الظهر، ومن بعديها احنا شغالين دلوقتي عمليات السحب والشد بال 14 بال 12 قافله اللي موجودين معانا من بروه المركب ومن المؤخر. والحمد لله يمكن من امبارح بالليل بنقول كان في بوادر، ان الدفه بدات تتحرك ما كانتش بتتحرك خالص، الرصاص بدا يشتغل ما كانش بيشتغل، بقى في تغيير في زاويه الدفه، كل دي مؤشرات يعني ربنا يكملها بخير ونعدي ان شاء الله. سيادة الفريق، يعني حضرتك تفضلت بالشرح انه كان في ايضا يعني عكوسات في موضوع الجذر، النهارده في ماده اعتقد ربما يساعد في تحريك وخلخله قاع السفينه، صحيح؟ فعلا فعلا يا فندم، في ماده دلوقتي كويس، طبعا احنا النهارده ليله النصف من شعبان قمريه، الامر لما الجذر يكتمل بيأثر برضه على المد والجذر، فاحنا بنستغل ان شاء الله اليوم ده ويوم مبارك باذن الله، ربنا يكرمنا ان شاء الله ونخرج المركب. سيادة الفريق، هل يمكن كما يقول نظريا انه حضرتك يتم تكريك تحت المركب ويعني ازاله الاتربه والحجاره من تحتها بهذه الطرق اللي بتتم الان، هل يمكن ان يتزامن معها تخفيف احمال الباخره بنقل مجموعه حاويات الى مركب اخرى مجاوره، ام انه ده سياق وهذا سياق اخر لا يمكن ان يتم معا؟ لا، ده سياق وسياق اخر طبعا زي ما بتقول حضرتك، يعني ده سيناريو ثالث، احنا عاملين الثلاثه سيناريو او ثلاثه بلان، وده اللي هيصدى عليه الشركه الهولنديه، ان احنا بنبدا الاول بعمليات التكريك ثم القطر والسحب والجذب، وبعد كده السيناريو الثالث لما دول يفشلوا بعمليه التخفيف. سياده الفريق، انا اسف يعني استبق الاحداث، لكن العالم بيضغط وصحافه واعلام وحركه تجاره وخسائر وعطله، ده بيعكس اهميه القناه قولا واحدا، لكن في نفس التوقيت بيمثل عبء نفسي على حضرتك وعلى الهيئه وعلى كل المصريين الحقيقه. يعني انا هل يمكن ان يكون هناك اطار زمني متوقع وفقا لدراسه سيناريوهات ثلاثه؟ والله يا فندم انا اسف، مفيش فعلا يعني في العمليات التعويم دي مبقاش في سيناريو توقيت، قصدي نقدر نقول ان هو ايه يوم كذا الساعه كذا هنقدر نعمل كذا، دي حاجات كلها اولا احنا قلنا وحضرتك يمكن استفدت في الاول ان السفينه حجمها كبير وما نعرفش السلوك بتاعها ساعه لما يحصل عمليه الشد والجذب اللي بيحصل معاها دون او التكريك، السلوك بتاعها يتحرك امتى ويعمل ايه ما تقدرش تتوقعه. ممكن يبقى بعد لحظه، ممكن يبقى بعد شويه، يعني فعلا فعلا يعني مش متخبي، فعلا ما نقدرش نتوقع هيبقى امتى السيناريو او التوقيت ده. طب السيناريو الاول اللي هو التكريك تحت المركب بينتهي امتى هذا السيناريو تجربته يعني؟ والله يا فندم احنا اشتغلنا دلوقتي بنشتغل مع بعض الحاجتين، يعني احنا كنا قصدنا احنا نعمل حاجه وبعدين حاجه، ده بقى زي ما حضرتك بتقول احنا عندنا اليوم بالكامل، فاليوم ده متقسم الى ساعات اللي هي فيها المايه بترتفع فيها وساعات في اللو ووتر. بنستخدم المايه لما ترتفع بنستخدم القطرات، ولما المايه بتنخفض بنستخدم الكراكات. يعني احنا بس هقول لحضرتك امبارح احنا خلصنا مثلا عمليه الشد والقطر والجذب والدفع بالقطرات امبارح لغايه الساعه 10 11 بالليل، بعد كده دخلت الكراكات لغايه الساعه 2 الظهر النهارده، 24 ساعه شغاله باستمرار، خلصت سحبت هي ودخلنا احنا بالقطرات تاني، كل ده عشان نقلل الزمن اللي فعلا زي ما حضرتك بتقول العالم كله مستنيه، واحنا طبعا اكتر منهم احنا مستنيين ان احنا ننهي هذه المشكله. طب سياده الفريق، السيناريو الثالث لا قدر الله لابد ان يكون في اسوء سيناريو اللي هو نقل بعض الحاويات وتفريغ مياه الاتزان وتفريغ الوقود، ده امتى الجا لهذا السيناريو الثالث؟ احنا تفريغ المياه بتاعه الاتزان فرغناها 9000 طن خلصناها فضيناها خالص من الاول يعني. الحاويات بقى ده اول ما نفشل في عمليه اللي ما ليش استجابه، يعني زي يعني دلوقتي بقول لحضرتك انا امبارح كانت الاستجابه بتاعه الدفع عملت 4/10 من الدرجه، النهارده عملت درجه كامله، لما نلاقي انها وقفت ومبقاش في استجابه مع عمليات التكريك وعمليات القطر هنخش على السيناريو الثالث اللي هو التفريغ الحموله، ده سيناريو صعب وياخد وقت. لكن اسامه بيه المحركات الباخره شغاله.
شغاله دلوقتي الحمد لله، الرقاص شغال، الدفه شغاله، في استجابه دلوقتي في المؤخر بتاع المركب للحركه. يعني احنا دلوقتي بالرغم ان احنا بنشد بالاطارات وبندفع بالاطارات، يعني في اطارات بتعمل دفع وفي اطارات بتعمل شد بالعكس عشان نعمل تويست للمركب، مشغلين معاه كمان رقاصات فول هيد للامام. سيادة الفريق، هناك مساعدات عرضت عليكم من دول كثيره زي الولايات المتحده الامريكيه وتركيا وغيره، هل هذه المساعدات فنيه ودقيقه ومتقدمه عن الامكانيات اللي موجوده عندنا، ولا احنا عندنا الامكانيات لكن القضيه والازمه بتصعب على الجميع؟ زي ما حضرتك قلت، احنا الامكانيات كلها احنا شغالين بيها، هي دي اللي ما فيش تغيير فيها. الحاجه الوحيده اللي نعوز فيها مساعده فعلا، وانا قلت كده يعني، ان احنا لما نعمل عمليه تخفيف في مراكب بنوع خاص، حاويات بنوع خاص ليها ازرع كرين تقدر ترفع الحاويات دي واحده واحده من الارتفاع العالي بتاعها وتحطها في السفينه دي تتفرغ، دي حقيقه مش عندنا. فدي دي ممكن احنا نعمل بيها عمليه حد يساعدنا. ومعانا احنا الشركه الهولنديه دي، من اكبر شركات الانقاذ، عندهم حاجات زي كده وبيتصلوا معاها، بحيث ان السيناريو ده يبقى ما ننتظرش لغايه لما نخلص اثنين وبعدين نبدا نفكر في الثالث، لا احنا بنفكر في الثالث وبنجهز عشان ننتقل ليه، وان شاء الله ما نحتاجش ننتقل ليه لكن لازم نبقى جاهزين. يعني يعني ممكن يكون دلوقتي في ترتيبات لابحار السفن اللي عندها كرينات تكون واصله عندنا احتياطي. حقيقه يا فندم، صحيح. طب يا فندم معلش، يعني عندنا بس بعد اذن سيادتك، دي بعد اذن سيادتك يعني دي على فكره سياده الرئيس اللي كان قال ما استناش نوصل سيناريو بسيناريو، احنا نعمل كل ثلاثه مع بعض ونجهزهم بحيث في اي وقت نحتاج اي واحد يبقى تحت ايدينا. الحقيقه دي كلمته بالظبط يعني. سياده الرئيس بيتابع معاك يوم لحظه بلحظه. يعني مش عايز اقول لك في اليوم اكتر مره فندم، زي ما انت قلت لحضرتك لاهميه الموضوع يعني. ومعالي دوله رئيس الوزراء ووزير الدفاع، يعني كل الوزراء كلهم صراحه، الناس كلها يعني ما حدش سيبنا. يعني احنا في حاله اللجوء لا قدر الله ايضا للسيناريو الثالث، متوقع التفريغ في قد ايه؟ معدلات التفريغ من على المركب لمركب رغم الصعوبه اللوجستيه يعني. هي صعوبه كبيره طبعا، وبرده دي هتتوقف على ان احنا عندنا 18,000 حاويه. الالتزام بتاع المركب والحسبه اللي هتتعمل لما يشيل الاولي اول صف من فوق يبدا يحسب ويقول بقى تبقى قد ايه، لكن هي هننزل هنزل حاويه حاويه، ودي طبعا بتاخد عمليه وقت انك تتفرغ حاويه حاويه بالكرينز للمركب. عشان كده بتمنى ان شاء الله ان احنا ما نوصلش للسيناريو ده. سياده الفريق، حضرتك تفضلت في المؤتمر الصحفي وقلت انه لا نريد ان نستبق الاحداث، علينا ان نركز مجهودنا في تحرير الباخره ثم بعدها نتحدث عن اخطاء وتعويضات الى اخره. حضرتك تفضلت ايضا قلت انه الثابت الوحيد الان ان هناك احوال جويه كانت سيئه ادت الى سرعه الريح 40 عقده مع ضعف متابعه الابطان للرؤيه، يعني ضعف الرؤيه. وقلت ربما يكون هناك اخطاء بشريه، اما من الربان، اما اخطاء فنيه من الباخره، اما من المرشد. هل هناك بوادر حتى الان ام ان هذا قيد التحقيقات بعد تحرير المركب؟ هو زي ما حضرتك قلت تمام كده، هي ده كله هيبقى قيد التحقيق بعد ما نحرر المركب تماما، بيبدا بيخش لجان التحقيق، بتطلع على التسجيلات اللي موجوده، بتطلع على الدفاتر، بتطلع على التسجيل اللي موجود، وبيشوفوا ايه اللي حصل وبيبان ويظهر لهم بالظبط، بيقعدوا مع الناس. لكن دلوقتي ما بتحصلش حاجات من دي، احنا بس دلوقتي بنشتغل كلنا نتضافر ان احنا نخلص الازمه الاول. سيادة الفريق، في قناة السويس معلوم انه الربان الباخرة او الماستر او القبطان هو المسؤول الاول والاخير، هو اللي بيدي الاوردر، عكس قناة بنما انه المرشد اللي بيدي الاوردر هناك في بنما هو اللي بيعدي المركب. الا يمثل هذا يعني توضيحا انه الربان هو المسؤول في كل الاحوال؟ هو المسؤول، لكن حقيقة برضه اللي بيدي الاوامر المرشد وبياخدها ابطال المركب يديها هو. لما بيديها بقى ممكن يديها بتغيير، ممكن ياخد كلام المرشد، يعني ما يقول له مثلا اديني امشي اتجاه السفينه. ما هو راي المرشد استشاري، راي المرشد استشاري في كل الاحوال. استشاري يعني، هو في الابطال بياخد الكلمه وينفذها او ما ينفذهاش، وهو المسؤول. سياده الفريق، الخسائر المتوقعه اجمالا لهذه الحادثه التي استمرت حتى الان 5 ايام وندعو الله ان هي تنتهي يعني. يعني فهمنا احنا يعني مش هنقدر برضه نحسبها قوي دلوقتي لغايه ما نشوف كان عدد المراكب كامل الموجودين عندنا. احنا عندنا دلوقتي 321 سفينه محتجزين في الشمال وفي الجنوب وفي الغواطس في البحيرات وفي بحيره التمساح. ف هنخلص برضه دي هتتحسب يعني، مش دلوقتي مش حسابات
مش معايا دلوقتي، ان كل سفينه ليها قصة. بتدفع قد ايه ودي بتدفع قد ايه، مختلفين. مش ما نقدرش نقول حتى يعني 30 سفينه كلهم زي بعض، لا كل سفينه ليها حسابات مختلفه. معلش يا سيد فارس، اتكلم سؤال بلدي شويه، يعني الناس ال 300 وكام مركب الموجودين عندنا مش ضيوف عندنا في مصر؟ ماله يا فندم؟ ضيوف يعتبروا، المفروض احنا بنسال طبعا عليهم بنتابعهم طبعا يا فندم. بنشوفهم. ليه؟ بنخلص لهم كل حاجاتهم اللوجستيه. يعني انا بقول لحضرتك يمكن قلتها كمان النهارده في المؤتمر، اللي بيطلب حاجه لدرجه ان في 3 سفن مواشي موجودين دلوقتي في المحجوزين في التمساح، قالوا ان العلف خلص مننا، وفي الجمارك في علف خلصنا لهم الجمارك بتاعتهم والعلف وصل لهم. معالي وزير الزراعه كلمني النهارده وقال لي لو عايز حاجه عشان المراكب دي، قلت له ايوه لو ممكن حد بيطري يجي يشوف حالتهم الصحيه والغدا، بعد دكاتره بطاريين يعني. لا طبعا 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 ضيوف عندنا، واحنا بنقول انهم مسؤولين مننا برضه. وفي في مراكب فيها مواد غذائيه سريعه التلف او غيره، ولا ما فيش عندنا حصر بهذه الامور؟ انا بصراحه ما اتطرقتش ان انا احصر لكل نوع يعني موجود ايه، لكن هو اللي لفت نظري قوي السفن المواشي دي لان عليها حياه يعني. لكن سهل يعني ممكن نحصر المواضيع دي فيها ايه ودي هتتحرك ازاي. سيادة الفريق انا بشكرك جدا يعني، وبدعي لك، ويعني الحدث ده عارض واستثنائي وغير تاريخي، ربما هو اهم واخطر حدث تعرضت له في حياتك العمليه، صحيح؟ صحيح يا فندم، والله عندك حق. ربنا يقويك يا فندم، متشكر جدا، ويعني ان شاء الله نتابع معاك اخبار يعني تكون باذن الله تم تحرير المركب خلال الساعات القادمه، زي ما الفريق اسامه ربيع رئيس هيئه قناه السويس اتكلم، والوضع صعب، الوضع صعب، خلينا